ان هذه موتور هو احنا باش نركبوها لكيا سيراتو، انما هو هونداي كيف كيف نفس الدار ونفس الموتور. هذه كيا سيراتو باش نركبوها لكيا سيراتو. شوفوا ما شاء الله هذا كامل ما ينقصه شيء. هنا نبدو نبدو من هنا. هذايا الحساس نتاع العداد نتاع السرعة. طبعا البوبينات الشمعات هنا تحت الكاش. هذايا من هنا عندنا الدينامو اللي هو مولد الكهرباء او دينامو او الترناتير. هذايا كومبرسور نتاع كيماتيزير، محرك الكيماتيزير. هنا فلتر الزيت وفوق منه حساس الزيت. هذا حساس الزيت. هنا جيت ترموستا في المكان هذا. هنا هذا حساس الاربع كام. هذوما البخاخات طبعا، هذوما البخاخات كلهم. هذه الفراشه كور بابيون، في منهم بالكابل وفي منهم بالالكتريك، نوعين. هذه طرمبه لومبرياج تجي في البوات راكبه. هذوما الفيتاسات. هذا من هنا الدمرر اللي هو ستارتر. هذا حساس الفيلبركا اللي هو حساس الكرانك، كابتر نسموه احنا بلغة الميكانيك كابتر ديماراج. هذا الحساس الامامي اللي يركب في الاربراكام اللي هو انا نسيت هذا اسمه، نخدم بالزيت. هذا منا حساس الحرارة، يعني المفروض حساس الحرارة يجي حتى الترموستا، لا هما عاملين في آخر الكلاس من فوق. هذا جاي وحده مش مع الترموستا. هذا حساس آخر يخدم بالهواء. طبعا هذا الجوج نتاع الزيت اللي هو نخيس الزيت، وهذا المصب نتاع الزيت. وهنا هذا بلف التبخير، هذا بلف التبخير نتاع كيا سيراتو ولا هونداي. هذا كيف كيف نفس الموتور. شوفوا ما شاء الله.